الحزن يظهر لمن يحالفه من حظي. هذا التحدي كبير وانطلاقه ايضا مميزه مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. شوط يحمل تحدي ويحمل انطلاقه ويحمل اندفاعه بهذا التحدي الكبير مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. واعلنت انطلاقه الشوط ايضا الرابع مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. هكذا التواصل مستمر ايها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. واعلنت انطلاقه الشوط الخامس. خامس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. واعلن انطلاقه الشوط الخامس يحمل اعداد كبيره ويحمل انطلاقه ايضا مميزه مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اشواط متميزه واشواط ايضا كبيره وتحمل لنا قوه التحدي والمنافسه. شوطنا ايضا يحمل انطلاقه جميله ويحمل تحدي كبير ويحمل انطلاقه ايضا في هذا التحدي الكبير وانطلاقه الخير والبركه. ما شاء الله المقدمه والصداره. ما شاء الله المقدمه هنالك براقه وسالم زايد المريف من يقدم براقه باداء جميل. ولكن الدخول ما شاء الله الفايزه بسعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني من يقدم اداء جميل وانطلاقه ايضا مميزة وانطلاقة كبيرة بتحدي وايضا اندفاع. ما شاء الله اندفاع ذاتيا وكليا بهذا التحدي الكبير. ما شاء الله وتبارك الرحمن الاعداد المميزة والانطلاقة ايضا المباشرة بهذا التحدي الكبير. ما شاء الله امتار هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اشواطنا دائما مستمرة وانطلاقاتنا ايضا مستمره باداء جميل هو تحدي كبير. ما شاء الله المقدمه هو الصداره الفائزه ما زالت لسعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني. وثاني الاسماء دخول على المركز الثاني وصل اقتصاد وعبد المحسن بن عبد الله بن عبد المحسن من يقدم اقتصاد بهذا التحدي الكبير. وصلت حبوبه وعلي بن خجيم بن عايض العزبه من يقدم حبوبه باداء جميل. دخول على المركز الثالث وصل مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. وصلت ما شاء الله الشاهينيه هو خالد بن حمد الزرعي من يقدم الشاهينيه. ولكن دخول على المركز ما شاء الله وصلت ما شاء الله الشاهينيه سعود بن جار الله ابو شريده من يقدم الشاهينيه في رابع الاسماء. هو خامس الاسماء وصل برزان وصلت مزون. مزون هو احمد بن مبارك الرشيدي من يقدم مزون بتحدي كبير واندفاع ايضا جميله وانطلاقه مزون احمد بن مبارك الرشيدي في خامس الاسماء. ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان الخمس المراكز الاولى ما شاء الله. ولكن خلف المراكز الاولى اسماء قويه واسماء حاضره للمنافسه وحاضره الى التحدي وحاضره ايضا للانطلاقه الكبيره وتحدي المسير بهذا التحدي. ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان انطلاقه ايضا جميله. ما شاء الله المقدمة والصدارة بهذا التحدي الكبير والمنافسة ما شاء الله اللي تسللت بأداء جميل هو اندفاع مميز وانطلاق كليا ما شاء الله. وصل مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء بن خجيم ما شاء الله ليغاتل بحبوبه علي بن خجيم بن عايض العزبه من يقدم حبوبه بأداء جميل. هو ثاني الاسماء. وصلت مشاهدينا كرام الشاهينيه سعود بن جار الله ابو شيده من يقدم الشاهينيه. دخول على ما شاء الله وصلت بلشه وعلي بن سالم بن سنيد بن الدعيه من يقدم اداء جميل ما شاء الله. ولكن اللي وصلت باداء جميل هو اندفاعه كبيره ما شاء الله الشاهينيه وناصر بن علي بن قريع ما شاء الله. بن قريع غادم بتحدي كبير وانطلاقه ايضا مميزه واندفاع مميز ما شاء الله وتبارك الرحمن. والاعداد الكبيره والهائله والكيل
مثل الأخير كيلو التحدي كيلو ما بعده كيلو إلا هنالك التحدي الكبير والتحدي المثير. ما شاء الله المقدمة والثمارة ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاهينية وناصر بن علي بن قريع من يقدم الشاهينية وهنالك ما شاء الله الأمتار المجنونة وهنالك رغبة عقدت النهاية ولكن القادمة بتحدي كبير وصلت برشة وعلي بن سالم بن سليل بن الدعية وثالث الأسماء حبوبة وعلي بن خديم بن عايض العزمة ورابع الأسماء دخول على المركز الرابع ما شاء الله. وصلت مزيار لتقدم هنالك محمد بن علي بن درهم الهاجري من يقدم مزيار بتحدي كبير وانطلاقة مميزة ولكن العودة ما شاء الله لشعار بن قريع 500 متر الأخيرة وتحدي ولكن بلشة 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 وعلي بن سالم بن سنيد من يقدم بلشة بأداء جميل واندفاع مميز ما شاء الله وتبارك الرحمن. الاعداد الكبيره والانطلاقه المميزه ما شاء الله بلشة وعلي بن سالم بن سنين بن الدعيه من يقدم اداء جميل واندفاع ايضا كبيره بتحدي كبير ما شاء الله. روحت بلشة بتحدي كبير واندفاع بلشة ما شاء الله. علي بن سالم بن سنين بن الدعيه روح مع بلشة وعلي بن سالم بن سنين روح بتحدي كبير واندفاع مميز ما شاء الله. بلشة بلشة خدت النهاية يرحب ببلشة سلام يا بن سنيد سلام تهانينا والناموس لمالك بلشة علي بن سالم بن سنيد بن الدعية ثاني الأسماء. وصلت أيضا مشاهدينا شعار بن قريع ثالث الأسماء مشاهدينا الكرام. وصل شعار بن خجيم ليقدم لنا أداء جميل مع حبوب علي بن خجيم من هذا العزبة. ايضا المركز الثاني كان من نصيب ايضا الشاهيني ناصر بن علي بن قريع. التوقيت الزمني ساعة وصول بلشة اللي اخذت النهاية قطعت مسافة الاربع كيلومترات في زمن وقدره 6 دقائق 24 و24 جزء. تهانينا هو الناموس لمالكي بلشة علي بن سالم بن سنيد بن الدعية تهانينا والناموس.